عديد القطاعات الاقتصادية اليوم اللي قاعدة تنشط. نحاولوا في كل يوم نقربوا من الأنشطة نتاع القطاعات الاقتصادية هذه، نشوفوا واقع المؤسسات وأصحاب المؤسسات والناشين في القطاعات الاقتصادية في أي ظروف تعيشها القطاعات هذه، شنو أحوالهم في ظل وضع اقتصادي ومالي صعيب شوية تعاني منه بلادنا توا منذ سنوات. فما قطاعات تأثرت بهالإشكالية وليت عندها إشكاليات، لكن فما قطاعات قدرت تتجاوز، فما قطاعات ممكن عوامل خارجية هي اللي قاعدة تأثر عليها، ولكن فما قطاعات ممكن عوامل داخلية والأزمة الداخلية على مستوى الاقتصاد هي اللي قاعدة تأثر عليها. خلينا اليوم باش نحكيو على قطاع وتقريبا قريب من التوانسة الكل، التوانسة الكل نتلقاو خدمات من عنده، هو قطاع المقاهي. ما فماش واحد فينا ما يمشيش المقهى، ما فماش واحد فينا ما وثيتش حتى مرة وقعد في مقهى وخذا خدمات من المقاهي. واحد من القطاعات اللي إلى فترة موش بعيدة برشا قبل الكوفيد كان برشا حديث عليه أنه قطاع قاعد يخدم، قاعد يتقدم، قاعد يتطور، قاعد يحسن في الخدمات، في جودة الخدمات. من بعد الكوفيد ولينا نسمعوا كاين إشكاليات محيطة بهالقطاع هذا، عديد المقاهي اللي أغلقت أبوابها بكل أصنافها، راهو كي نتحدث لهنا بكل أصناف المقاهي، وعديد العوامل هي حقيقة، لكن انطلقت أكثر بسبب الكوفيد، ثم جات عديد العوامل الأخرى تنحكيو عليها تباعا مع ضيفنا الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب المقاهي سي صدري بن عزوز. معانا نقول له صباح النور، اهلا وسهلا. اخيرا شكرا على الاستضافه. مرحبا بك سي صدري. قطاع المقاهي ما نعرفش كان انا قدمت بالصحيح ولا قدمت بالغلط في اللي قلته. والله مبدئيا انت عملت مع رخص بقدام مع الوضعيه نتاع اصحاب المقاهي في كامل الجمهوريه. صحيح لي احنا من كوفيد ممكن نجم نقولوا من اكثر القطاع اللي تضر في مع القرارات اللي خرجت في وقت الكوفيد نتاع غلق المحلات نتاع التباعد اكسترا اكسترا. صحيح اليوم مع لي ريبيركسيون نتاع القرارات هذوما مع قاعدين يذروا بعد الازمه نتاع الموجه نتاع الكوفيد و سون تري غراف مع كي نلقاو مع لو كوميل نتاع لي فاكتور بصفه عامه، فهمت كي نلقاو مثلا مع البلديات مع تطلب في مع الخلاص نتاع الدراسات نتاعها مثلا ولا الدعايات نتاعها. نعرفوا اللي برشا مع المقاهي ما قعدوا مع اعوام ما خلصوش الدعايات على خاطر ما همش خالتين دونك. واليوم فما شويه ضغوطات مع عند البلديات مع عند السي ان اس اس زاد مع عند القبضات مع عند كامل الادارات اللي هما معناتها نورمالمون كانوا يلقاو حل للمؤسسات الصغرى هذوما المتوسطه باش ينجموا يكملوا، خاطر صحيح كما قلت انت اليوم وضعيه نتاع المقاهي سايبه برشا سايبه برشا، ومالوريزمون ديما نقولوا فيها احنا ماذا بينا نقولوا مع تلال الوضعيه لاباس وكل شيء لاباس والناس كل تخدم مع روحها وكل شيء، لكن ماهوش صحيح مع كلهم عندهم صعوبات كبيره، وطبعا الصعوبات هذوما داخل معها زاده مع حكايه الزيادات نتاع بعض المواد الاساسيه اللي يخدموا بهم الارتفاع في اسعار المواد الاوليه. اي القهوه كما تعرف معناتها كان السعر مع الكيلو ب 14 دينار و 900 فجاه معناتها اشهر التالي معناتها ديوان التجاره معناتها قرر باش ترفع في السوم. رفع في السوم 19800 كيلو، واليوم كما تعرفوا معناتها السوم هذاك ما عادش موجود على خاطر السلعه ما فماش، المزودين كلهم معناتها يقول لك لا السلعه ما جاتناش اكسترا، دونك اش يعمل اصحاب المقاعد باش ما يسكروش باش يلقاو باش يخدموا يتلزوا باش يشريوا سلع اغلى، خاطر السلع اغلى موجوده مش بكثره لكن موجوده. بمعنى سي صدري سي صدري خليني نفهم معك، ثم نقطه مهمه في موضوع سلعه اغلى هذيا خاصه في ماده القهوه اللي هي الماده الاساسيه الاولى اللي تخدم بها المقاهي، كي تتلز باش تشري سلعه اغلى معناتها جوده افضل نتاع قهوه ولا نفس السلعه هذيك تتلز باش تشريها اغلى لخاطر ما فماش؟ هو المفروض ماهيش نفس السلعه، خاطر فما مكتاب فما دي فاريتي في القهوه، فما الارابيكا فما روبوستا فما يخلط بين الارابيكا والروبوستا، وحتى في الارابيكا والروبوستا فما انواع وفما معناتها معناتها الاوريجين نتاع القهوه من البرازيل من فيتنام من اثيوبيا ولا غيره، دونك اوتوماتيكمون لا كاليتي
ديفيرونت فما دي كافي زاد كي يسموهم دي كافي نون كلاسي سيتادير معناتها هما معناتها فريمون سي كيما نقولوا توازيام شوا نتاع قهوه فهمت دونك انت والنوعيه بون اللي نلقاو توا النوعيه معناتها الغاليه كيما نقولوا معناتها 35 الفوق فهمت كيلو 35 دينار كيلو ماهيش 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 ممتازه يعني ما تستحقش السوم هذاك كي تشوف بيان كو احنا نعرفوا اللي ونتابعوا معناتها الكور مونديال معناتها نعرفوا معناتها من 2020 معناتها سوم القهوه تزاد في العالم معناتها الكور مونديال فهمت انا 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 والله نحب نسالك على النقطه هذيا اذا كان عندك فكره معناتها بروبورسيونيلمون الزياده اللي في العالم هي بدها الزياده اللي في تونس معناتها كيما نقولوا اذا كان زاد في العالم بنسبه 20% فانه الاسعار في تونس زادت ب 20% والا الزياده عندنا احنا اكثر لانه اليوم فما حديث على انه ماده القهوه في تونس اصبحت سامحوني في الكلمه شبهها بالذهب معناتها فين تلقى قهوه لقيت حاجه مهمه على الاخر معناتها مالوريزمون كيما تعرف في كل ازمه فما بعض التجار وبعض رجال الاعمال اللي يستغلوا الفرص هذوما دونك يزيدوا في الاسعار دونك السوم اللي تلقاها تو في السوق معناتها الموجود معناتها كيما قلت لك معناتها ماهيش سلعه نتاع السوم هذا. لا كاليتي ني با لا ميم معناتها احنا ماذا بينا نلقاو كاليتي مخير وحتى كيكون اغلى شويه بروفيزوارمون بيان سور باش اصحاب المقاهي يلقاو حسابهم. مثالش اما اذا كان الكاليتي ماهيش هي سيكو يا كيك شوز كي فما حاجه معناتها ماهيش غير عاديه دونك فهمت. وما نجموش زاد نلوموا على على ديوان التجاره خاطر نعرفوا معناتها اللي هما بيدهم عاملين نجاح كبير وعندهم شويه ظروف معناتها ماليه يخليهم معناتها وخروا شويه في الابورتاسيون تاع القهوه باش ينجموا يوزعوا لي فاكتور باش يوزعوا للمقاهي هذا معناتها سي اون رياليتي حتى سي هيث معناتها المدير العام ديوان التجاره معناتها صرح بها فهمت بون ان شاء الله معناتها السلعه اللي حاشنا بها وبالسوم اللي حاشنا به يخلط في اقرب وقت وان شاء الله الازمه هذه ما تكونش طويله معناتها خاطر اذا كانت طويله معناتها طبعا اصحاب المقاهي بالاخص في المقاهي الشعبيه وكل شيء معناتها نعرفوا اللي ما زادوش السعر نتاعهم معناتها فما قليل اللي زادوا معناتها 100 فرنك ولا 200 فرنك في الاكسبريس ولا غيرها في الفتره نتاع الازمه لكن اذا كان الوضعيه باش تطول اوتوماتيكمون باش يوريك لزمهم بيدهم باش يزيدوا في الاسعار خاطر فما فرق كبير بين 19 دينار كيلو و 40 دينار كيلو سي لو دوبل دونك بغيت نعمل الحساب معناتها جوستومون حبيت نسالك سي سادري في النقطه هذيا اليوم تقريبا ما فماش كان القهوه اللي فيها مشكل هي ماده اساسيه القهوه بالنسبه للمقهى نحكي ومقهى لازم تكون فما قهوه لكن فما مواد اخرى كيف تخدموا بها كيف السكر كيف التاي كيف الحليب هذه مواد تقريبا على خليني ما نقولش على طول العام لكن في فترات عديد الفترات من العام ديما فيها ازمه كان لقينا سكر ما ناقص حليب كان فما حليب ناقص تي اليوم بالنسبه لكم انتم تزود بهالمواد الاوليه هذه كيفاش عاملين كاصحاب مقاهي نسمع وانه فما مقاهي اغلقت ابوابها على خاطر ما لقاش مواد يقول لك حتى عندي فلوس وباش نشري بفلوسي وما لقيتش صحيح بون في بعض الازمات هذاك اللي صايفت من الوقت الحاضر مثلا بالنسبه لموضوع القهوه فما عباد اللي ما تساعدهمش باش يضحيوا معناتها حتى بجمع على جمعتين باش يشريوا معناتها سلعه ب 40 دينار كيلو دونك فما اللي ساكروا يقول لك نسكر خير من نقعد نبيع بالخساره كيما تحكي معناتها جبت على ازمه السكر هذا كيف وكيما قلنا قبيله معناتها الازمات هذوما يخليوا معناتها حتى كان يطلع السوم معناتها نتاع سكر مثلا في وسط الازمه بعد باش يعاود يرجع السوم كما كان قبل مستحيل دونك هذاك علاش اليوم نلقاو حتى السكر باقي اغلى ب 30% حسب التقريب من السوم اللي كان قبل الازمه فهمت دونك سا دي ريبيركسيون اوتوماتيكمون على البري دو روفيان نتاع القهوه دونك مربوح قديش اذا كان اسالك سي صدري تراجع نسبه الربح بالنسبه لكم انتم بقديش معناتها بقديش تقيموه تقريبا من الكوفيد لتو لانه بعد الكوفيد ثم ازمه الكوفيد اللي ما زالت تبعاتها انا نعيشوا فيها اليوم بالنسبه للقطاع نتاعكم بعد ازمه الكوفيد فما مشكل نتاع البنيوري نتاع المواد الاوليه فقدان المواد الاوليه اللي تخدموا بها من وقت الى اخر واذا كانت تفقد ترجع
ترجع في كل مرة بأسعار خلينا نقوله ما هيش الأسعار اللي كانت عليها. هذه كلها أزمات قاعدة تتالى وتبعاتها قاعدة تجيكم كما قلت أنت، أداءات متاع خلاص لتيراس سي ان اس اس وقبض الكلهم توا قاعدين يرجعوا عليكم. إذا كان نقول لك نسبة الربح نتاعكم قداش تمست؟ أقل شيء 50%، أقل شيء فهمت، أقل شيء 50%، أقل شيء، خاطر كي تشوف توا بخلاف تشوف الزيادات مع اللي صاروا مع الأعوام الأربع ولا خمسة سنوات اللي تعداو، براتيكمون هذاك هو من الآخر نساو جدا زيادة في 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 الضوء، يعني ستيك في بالك مع التكاليف زادوا، السونات زاد كيف كيف، غير ما نحكيو على العباد اللي يكريو في المحلات، هذا الكل طبعا معناتها يخلي معناتها صاحب المقهى معناتها ما عادش يلاقي مربوح كما قبل، دونك ما عادش ينجم يكمل بالطريقه هذه، اذا كان بالاخص كما قلت قبيله معناتها يلقى ضغوطات من الادارات من سي ان اس اس من البلديات وغيرها وغيرها. دونك يفو تروفي سوليسيون للحكايه هذه، على خاطر المؤسسات الصغرى هذوما كما القهاوي معناتها اذا كان ما يقدروش باش يكملوا باش يسكروا. بعض منهم قاعدين يسكروا على خاطر القهاوي معناتها اشكال كبير في الكورونا كما تعرفوا معناتها ديجا اكثر من 2000 معناتها مقهى معناتها سكروا في كامل الجمهوريه. في وقت الكورونا اليوم نلقاو مع اصحاب مقاهي مع عندهم صعوبات كبيره، برشا يخمم باش يسكروا، برشا يخمم باش يتخلاو على بعض العمل نتاعهم اللي هو كارثه، على خاطر كيما تعرف فما اكثر من 20,000 مقهى في كامل الجمهوريه، اكثر من 120,000 عمله، اذا كان كل واحد كل قهواجي يخرج معناتها حتى عامل واحد ولا اثنين معناتها هذاك صافي 20,000 ولا 30,000 ولا 40,000 معناتها امبلوي او موان، اللي هي معناتها طبعا احنا في وضعيه في البلاد هذه ماذا بينا معناتها المؤسسات الصغرى هذوما يكملوا يواصلوا بالعكس يزيدوا يلقاو حسابهم مش ينجموا يدخلوا العمله ويزيدوا يكبروا في المحلات وكذا، فهمت هذا هو معناتها الاشكال. انت قلت لي الفو تروفي دي سوليسيون، باش نرجع لك للكلمه هذه، تبقى معنا سي صدري تو سويت موجز الاخبار، باش نرجع لك بعد الاخبار خلينا نحكيو من منظوركم انتم شنو تنجم تكون الحلول لي خلينا نقولوا المحافظه على القطاع. اليوم اذا كان نسمع مؤسسات قاعده تسكر فانه نخافوا على القطاع الكل، شنو هي الحلول لانه القطاع هذا يواصل في مرحلة أولى، خلينا نقولوا يستقر في مرحلة أولى، وعلاش ليه العمل على تطوير هالقطاع هذا والخدمات اللي قدمها قطاع المقاهي والمؤسسات اللي تنشط في القطاع. بعد فاصل قصير بعد موجز الأخبار راجعين لمواصلة المواد معكم في حديث في البزنس. إكسبريس FM الأخبار. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المتحدثة الرسمية باسم الصليب الأحمر بغزة سهير زقوت تدين المجازر التي قام بها الاحتلال الصهيوني الغاصب، خصوصا تلك التي وقعت مؤخرا بمخيم جباليا، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك في سبيل وقف هذه الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. كمنظمة إنسانية وكحارس للقانون الدولي الإنساني، ما نشهده في النزاعات المسلحة، ما شهدناه في الأربعة أسابيع الماضية، تعدت المعاناة الإنسانية كل الحدود. لا يمكن أن يتسامح العالم مع الفشل الذريع في عدم الاستجابة الإنسانية لما يحدث اليوم في غزة، ونطالب وندعو مرة أخرى وعلى لسان رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي خرجت بالأمس لتقول بأنه يجب وقف هذا التصعيد فورا، وتمكين المعونات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة وتدفقها، تمكين الجرحى، تمكين المستشفيات وحمايتها، وتمكينها من أداء مهمتها. عبرت مجموعة من سيارات الإسعاف المصرية معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني لنقل مصابين فلسطينيين من قطاع غزة، فيما دخلت 70 شاحنة مساعدات تحمل الغذاء والأدوية إلى القطاع اليوم.
ونقلا عن مصادر مصرية، عبرت سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر المصري معبر رفح صباح اليوم لنقل الجرحى الفلسطينيين للعلاج في الخارج في مدينة العريش. وقال مسؤول طبي بمدينة العريش إن فرقا طبية ستتواجد عند المعبر لفحص الحالات القادمة من غزة فور وصولها. في الشأن الوطني، المحلل المالي بسام النيفر يقول خلال حضوره اليوم في برنامج إكسبريسو أنه وقع رصد مبلغ قدر ب 11337 مليون دينار لميزانية الدعم خلال السنة المقبلة في تونس، متحدثا عن أهمية إصلاح هذه المنظومة في البلاد لدفع الاقتصاد الوطني. الدعم 11337 مليون دينار، هذا الدعم للمبرمجين في 2024. الاعتراف هذوما معناها 19% من نفقات الدولة و6.5% من ناتج الداخل الخام، اللي هي في الحقيقة أرقام كبيرة برشا، معناها الجزء الكبير بالطبيعة المحروقات. وعلى 3.5 مليار دينار هذا الدعم للمواد الأساسية والورق والسكر، تقريبا على معناها الدينار اللي دخله الدولة معناها ماشي الخمس نتاعو، ماشي 190 ملي، ماشي للدعم اللي هو ورق. معناها اليوم اللي احنا نصلحوا المنظومة هذه راهو نخموا فيها، راهو كل دولار يزيد في سعر البرانت يتكلف على ميزانية الدعم 144 مليون دينار. نهاية هذا الموعد الإخباري، كانت معكم أمير الهاني، إلى اللقاء. عودة لمواصلة المواد معكم في حديث في البزنس، وراجعين من جديد باش نواصل حديثنا على قطاع المقاهي. كنا نسمع في الزعلول من حصتنا معنا ضيفنا سي صدري بن عزوز، كنا نسمع من عنده في الوضعية اليوم متاع القطاع، الناس اللي تخدم في القطاع ومتاع المؤسسات هذية الوضعية، كل العوامل تقريبا المحيطة بالإشكال هذا هي عوامل خارجية على أهل القطاع، مش هم اللي يتحكموا فيها، لكن تبعاتها اليوم واضحة على القطاع. عدد كبير من المقاهي قاعد يغلق، عدد كبير من العمل قاعد يتسرح، مقاهي تخدم بصعوبات وتعيش صعوبات مالية، وأصحاب مقاهي في ظرف خلينا نقوله صعيب بالنسبة للمؤسسات متاعهم والنشاط الاقتصادي متاعهم. لكن شنية نجم تكون الحلول ولا مقترحات الحلول؟ نرجع لك من جديد سي صدري، خليني نسمع من عندك شنية نجم تكون الحلول بالنسبة للإشكاليات اللي كنا نحكي عليها. الحلول أولا بالنسبة للمؤسسات كما السينساس كما البلديات كما القباضة كل شيء، معد ماذا بيهم يلقاو حل باش يعملوا على الاقل معد يسهلوا معد في الخلاص الديون نتاع اصحاب المقاهي هذوما في التقسيط ولا غيره، من غير ما يضغطوا عليهم بطريقه معد عضو المنافذين ولا غيره، خاطر ما نعرفوا تو الوقت الحاضر بعض ما اصحاب المقاهي معد يجيو عضو المنافذين وعقله وكسترا على حكايه المناوع هذوما. سمحني سي صدري، بربي سي صدري سمحني في النقطة هذية اليوم، اللي نعرفه اللي عندي من معلومة أنه أنتم كغرفة قابلتوا بعض المسؤولين في الدولة من سلطة الاشتراف، طرحتوا عليهم قلت لهم هاو الإشكاليات اللي نعيشوا فيهم، هاو يقع المؤسسات متاعنا، وفي بالي وأنه طرحتوا حتى النقطة هذية متاع أنه يكون فما إجراء استثنائي بالنسبة للقطاع في أنه ما نعرفش يتم تأجيل الخلاص، إعادة
جدولة هالديون هذية وتنظيمها بشكل وأن أصحاب المقاهي ينجموا يخلصوا والدولة تخلص في الأدايات متاحة وفي كل ما يتعلق بها من المسائل هذية، في نفس الوقت المقاهي تنجم تكمل الأكتيفيتي متاحة. ما نعرفش شنو هي التفاعل متاحهم، هل أنه موافقين على هذية مش موافقين اللي راو فيه وأنه مواصلين في نفس المسار، معناتها كاني مسار حتى شيء، خاصة وأنه نتذكروا في بعد الكوفيد الحديث على أنه ثم فلوس ترصدت لدعم هالمؤسسات اللي عانت من أزمة الكوفيد، وما نجموش نحكيه على المؤسسات اللي عانت من أزمة الكوفيد وما نقولوش مقاهي معناتها. صحيح، بالنسبة اللي عانت هذوما بون، بالنسبة لأصحاب المقاهي ما نخذوهم من برشكو شيء، ما تخليل ياسب يخذ حاجة من اللي عانت هذوما. بقاتوا احنا بالنسبة احنا مانيش طالبين، يعني طالبين جوست معنات تسالونا شوية الامور معنات بون. صحيح فما بعض الادارات اللي قاعدين يمشيوا في خط نتاع التقسيط وغيرها، لكن يكون معنات تكون لازم تكون جدولة مقبولة حتى لصاحب المقهى، خاطر في ساعات معنات تلقى جدولة اللي ما يقدرش عليها. دونك كيفو يلزم معنات شوية ان بو بلوس دو سوبليس باش نحاولوا نحافظوا على هذوما المؤسسات هذوما الصغرى. هذاك بالنسبه للادارات. بالنسبه للموضوع الاخر اللي ما حكيناش فيه هو الموضوع القانون المالي 2023، وكما تعرف معناتها ردوا معناتها اصحاب المقاهي منهم معناتها المؤسسات الصغرى في النظام الحقيقي ريجيم ريال، اي ما عادش نجيم هاي النظام. قبل كانوا الكل محسوب حسب تقريبا 90% تاع اصحاب المقاهي في النظام التقديري. اليوم في النظام الحقيقي عندهم مشكل كبير، سيكو هما مع كيما تعرف المقاهي معناتها أكثرية السلع اللي ياخذوا فيها مالوريزمون ما يعطوهمش فاتورة مع التيفونيسور. دونك كيفاش باش ينجم يعمل كونتابيليتي صحيحة، كيفاش ينجم معناتها ينحي التي في ا، خاطر برشا معناتها فاتورات حتى كان عندهم فاتورات بلاش تي في ا، دونك كيفاش ينجم يراجع التي في ا بتاعه اكسترا. دونك سو كيفي كو الاشكال اللي صاير اليوم سيكو أكثرية أصحاب المقاهي ما همش لاقين كيفاش يقدموا معناتها الكونتابيليتي نتاعهم صحيحه، مادام المستانسين قبل يخدموا بالنظام التقديري. اليوم معناتها اذا كان معناتها النظام الحقيقي الاشكال هذاك اللي ما عندهمش مش يثبتوا شنو هو المربوح نتاعهم الصحيح باش ينجموا يخلصوا عليه الاداءات، وهذاك اشكال كبير. دونك الوري فالي بروبابلمون معناتها قبل ما نوصلوا معناتها لهذا نلقاو حل في جماعه الفورفيتير الكل بعد كلهم في النظام التقديري، على الاقل زياده في النظام التقديري مثلا في العام باش بشويه بشويه يلقاو رواحهم ويفهموا معناتها ينظموا شويه معناتها لاباز معناتها الجماعه جوستومون اللي فونيسور اللي هما يبيعوا السلعه من غير فاتوره والفاتوره بلاش تي في ا، ينظموا هذوما ساعه قبل باش اصحاب المقاهي ينجموا يقدموا فاتورات للقباضه باش ينجموا معناتها يفهموا حتى القباضه تفهم شنو المربوح الصحيح نتاع المؤسسات هذوما، سينو ماهمش لاقيين روحهم هذيك. دونك هذاك اشكال كبير. يعني فما مشكل نتاع خلينا نقولوا تشريعات والقوانين اللي ما نعرفش قانون المالية 2024 مشروع مقترح نتاع قانون المالية 2024 وما جاء فيه من خلينا نقولوا من فصول اليوم تمس تقريبا لي سيكتور الكل لي زاكتيفيتي ايكونوميك الكل، تو نشوفوا هذايا ان شاء الله تاثيره من بعد ما يتم مناقشه القانون هذايا في مجلس النواب الشعب والمصادقه عليه. ما زلنا ابعاد على هذايا شويه، لكن هنا قاعدين نحاولوا نفهموا هالمشروع هذا. نرجع لك سي سدلي. سمح القانون هذاك ما نحكي على 23 ديجا 23 طبق ديجا على اصحاب المؤسسات الصغرى اللي في المقال، طبق ديجا على حكايه النظام التقديري والنظام الحقيقي. دونك هذا يكون اشكال كبير الوقت الحاضر بالنسبه لنا، فهمت؟ دونك برشا مع اصحاب المقاهي ما لقاوش كيفاش يعملوا ديكلاسيون نتاعهم على خاطر ما عندهمش لي جيستيفيكاتيف مع كما نقولوا فاتورات. هذيك اشكال انا والله ثم سؤال سي صدري لهنا دائما ما يتسال حتى من المواطنين، يقول لك
معناتها هاو يحبوا المقاهي هذا اللي يتقال خلينا نقولوا كما هو يحبوا المقاهي تخدم بال خلينا نقولوا بتيكيت كيس معناتها قهوتك تاخذها بتيكي كل شيء ديكلاري كيس اون ريجستروز تسجل كل العمليات وتكون العمليات موثقه بعد تعرف انت المقهى شخدم مش مخدمش قداش لازم يخلص اداءات وغيره في المقابل نسمع انه اصحاب المقاهي رافضين هالعمليه هذه يقول لك لانه تقريبا ممكن تطبقها في أماكن معينة في مقاهي من صنف معين لكن مش في كل المقاهي مثلا مقاهي في اللحوم الشعبية صعيب برشا باش تطبق فيها العملية هذه. بون بالنسبة للبريزنتاسيون دو تيكيت كاس هذاك معناتها متفق عنها كشروط ويلزم يتطبق معناتها نورمالمون في حتى في مقاهي شعبية تعطي معناتها التيكيت كاس للكليون باش تعرف معناتها باش يعرف وجود وقداش خلص لازم تعمل لافيشاج تاع الاسوام الكل معناتها في وسط المقهى وخارج المقهى باش يعرف معناتها حريف كل ما يدخل للمحل هذاك علاش قادم معناتها قادر على باش يخلص السوم هذا ولا لا السعر هذا ولا لا دونك فما 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 قانوني يجبر هذا. يبقى موضوع اللي تحكي فيه متاع لي كيسون ريجستروز هذاك معناتها موضوع قديم برشا ما تطبقش للوقت الحاضر خاطر تطبيقه صعيب شويه. لكن الاشكال احنا بالنسبه لنا احنا ما عندناش اشكال في الموضوع هذاك باش يكون معناتها كونترول بيك. اما علاش للمقاهي بركة هذاك السؤال وقت تطرح الموضوع هذاك اذا كان هذا سيت ان سيستيم كي بو اتر جينيراليزي للناس الكل علاش للمقاهي بركة معناتها علاش بديتوها بالمقاهي فهمت الناس بتعملها في, في 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 اي مؤسسه اخرى باش تكون معناتها القباضه معناتها تبدا عندها معناتها ثبوت على المداخيل تاع هذوما اصحاب الوسائل لكن لو بروبليم لو سو ريزو با اذا كان معناتها حكايه الكيسون جوستوس تاعك عليها تكون مربوطه مع القبالة لو بروبليم ما يتحلش لو سو ريزو با خاطر ما يتحلش على خاطر اصحاب المقاهي عندهم مشكله في الفاتورات يعني مشكلتك في مسألة التزود في مسألة التزود بالمواد الأولية وأنه خليني أنا باش نبسطها شوية تقريبا أغلب المقاهي تتزودوا من عند الدوارجية هذوكم اللي جوستمون دونك الأكثرية حتى كان يعطيك فاتورة يعطيك فاتورة ماهيش قانونية ما فهمت لا فيها نمر ولا فيها طابعة ولا فيها حد شيء فهمت هما جوست باش يحسبوا معناتها شنو مربوها نتاعها وغيرها دونك إذا كان ما نظموش القطاعات هذوما الصغرى اللي يعملوا في الاخرين اللي يعملوا في الديستريبيسيون ما تنجمش تنظم معناتها القطاعات اللي بعدهم تبداو ساعه قبل القطاعات هذوما الصغرى اللي كنت تحكي عليهم معناتها اللي عندهم اللي يعملوا ليفريزون بلاس واللي يدوروا بالاثنين وفي الرواتب نظموهم هذوما ساعه قبل باش ينجموا هما بيدهم ينجموا يعطوا فاتورات المقاهي ولا غيرها كيما اللي يبيع في السكر كيما يبيع في الليباي كيما يبيع في الليكوبلي كيما يبيع في فهمت المواد الكل معناتها تستعملوا فيهم معناتها تصنفها سينو معناتها ما ناش باش ناخذوا الحل إذا كانت تتواصل الوضعية على ما هي عليه سي صدري كيفاش ترى مستقبل القطاع؟ هل أنه خليني نسألك على زوز محاور كيفاش ترى مستقبل القطاع بمعنى هل أنه لا قدر الله ثم مواسيت بجزيد سكر ومقاهي بجزيد سكر ولا القطاع قابل أنه يتطور ويطور الخدمات متاعه وباش نسألك في فولي آخر السعر كيفاش ترى باش يبقى سعر القهوة وخليني نقول والمشروبات اللي موجودة في المقهى لأنه في الأخر أنا نمشي المقهى متنفس هو المقهى باش تبيع لي خدمة إلى جانب المشروب اللي باش تبيعوا لي باش تبيع لي خدمه هل انه باش يبقى السعر كما هو ولا يزيد؟ اذا كان باش يبقى السوم معناتها اذا كان معناتها ديوان التجاره مثلا كما وعدت معناتها باش تجيب معناتها سلعه قهوه معناتها من نظن على 15 نوفمبر اذا تجيب سلعه باش يولي معناتها هما يطلبوا معناتها طبعا اصحاب لي توليفاكتور معناتها باش يبيعوا بسوم معين معناتها يكون سعر معناتها 19.800 اذا كان يبقى بالسوم هذاك يلقاو روحهم اذا كان باش يزاد السوم هذاك مع برشا طبعا ما عادش باش يلقاو روحهم دونك باش يتلزوا باش يزيدوا في الاسعار هذاك الاشكال احنا ماذا بينا معناتها ما نوصلوش لهذا ماذا بينا معناتها نحافظ على قدره الشرائيه نتاع المواطن ماذا بينا نحافظ على الخرافه نتاعنا على خاطر ماهوش معقول اذا كان معناتها واحد مستان يشي ياخذ في قهوه معناتها 1200 غدوه باش يلقاها 1500 ولا ب 2000 طبعا باش يولي يحسبها يولي ما عادش يجيك برشا ولا يجيك مره في الجمعه دونك احنا ماذا بينا معناتها كما قلت في التدخل نتاعك معناتها من الاول هذاك القهوه معناتها الناس الكل تشرب قهوه في الصباح تشرب قهوه في العشيه سي تا مومون دي تونس سي تا مومون
دو ريلاكساسيون معناتها فهمت دونك يلزم معناتها يلقى حسابه ويلقى راحته. اذا كان يزيد ياسر السوم طبعا اوتوماتيكمون ماهيش باش ماعادش باش يلقى راحته. واحنا ماذا بينا المواطن يلقى راحته في 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 الموضوع هذاك. واضح، يعطيك الصحة سي صدري، شكرا لي حقيقة على تدخل معنا للتوضيح كل هذه التفاصيل حول القطاع وما يعيشه القطاع هذا، قطاع المقاهي، عديد الإشكاليات تقريبا وانت نحكيه كل الإشكاليات اللي حكيتهمنا واللي هكا أنا درستهم هي إشكاليات ما عندكم فيها حتى دخل، ما كومش انتم متحكمين فيها، عوامل خارجية تتحكم في كل هذه الإشكاليات، أزمة الكوفيد ما كومش انتم، هي أزمة على الناس الكل، فقدان المواد الأولية ما كومش انتم تحكموا فيه، الأسعار ما كومش انتم تحكموا فيها، القوانين والإجراءات اللي تنظم الديكلاراسيون بالنسبة لكم انتم ما كومش انتم تحكموا فيها، لكن تقريبا تبعات هذه الكل المقاهي هي اللي خلنا نقوله تعاني منه. ما نعرفش إذا كان سلطة الإشراف يوصلها الصوت أصحاب المؤسسات ماذا بها تتفاعل مع القطاع هذا، واحد من القطاعات المشغلة لعدد كبير من اليد العاملة، موجودة المقاهي في كامل تراب الجمهورية، في كل مكان من تراب الجمهورية تقدم هالخدمة هذية. ما تصوروش ثم توينسا تقريبا ما نجمش يعدي حتى نهار من غير ما يمشي للمقهى، دونك فما عادة وفما ولات تبيعة في حياة التوانسة وأنه يمشي للمقهى ويعمل قهوته يا مقهى الصباح ولا العشية ولا في أي وقت آخر، دونك ما نج صعيب برشا خلينا نقول وبرشا برشا زاد إذا كان باش العادة هذية نحيوها للتوانسة، وإلا نجموا نتحكموا فيها بشكل أو بآخر، لكن أنه نحسنوا من خلينا نقول كل ما يحيط بال قطاع لتنظيمه أكثر لتطويره، لأن المؤسسات هذه تلقى روحها باش تبقى تنشط وتطور من خدماتها وتقدم سيرفيس ما أفضل، هذا هو المطلوب. شكرا لك سي صدري، يعطيك الصحة على تدخلك معنا توضيح كل هذه النقاط، بارك الله فيك، بالتوفيق ليك والكل الناشطين في القطاع هذا حقا على مواصلتهم الوقوف والصمود قدام كل هذه العوامل الخارجية اللي قاعدة تأثر على نشاط المؤسسات امتاحهم. بدينا نقرب من نهاية موعدنا معاكم في حديث في البزنس، مازلت معنا بعض الدقائق، فاصل قصير وراجعين.